ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء وهاد المره قرب مستشفى ابن رشد، غنسولو شكون هو ابن رشد. الا بغيتو تعرفوا شكون هو ابن رشد يلاه معنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ دابا حنا قرب السبيطار ديال ابن رشد، ولكن شكون هو ابن رشد؟ هو فيلسوف عربي ولد في قرطبه اندلس، كان في معاصر زمن الموحدين، وكان حفيد ابن رشد الكبير اللي هو تا هو كذلك من المفكرين الكبار في زمن وجود المسلمين في الاندلس، وكيتعتبر احد الفلاسفه الذين ردوا على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفه، وكتب كتاب الفصل المقال بين الحكمه والشريعه من الاتصال، وهذا هو اكثر النقاط اللي نعرفها على ابن رشد. تحياتي. مستشفى ابن رشد هو الاصل في الاسم ديالو ميريزغو. ميريزغو، ولكن ابن رشد شكون هو؟ هذا كنسولو على ابن رشد. هذا كيتسمى ابن من ابناء الشرفاء الاولين اللي كانوا مع النصارى، لان النصارى هما اللي بانين هذا المستشفى هذا، وهذا كان يمكن مجاهد او مقاوم شي وقت من اوقات ما نقدروش حنا نقولوا واش في الجاهليه واش من بعد الجاهليه، بون من ابنه النصارى عن طريق ابن رشد، ابن ولد رشد الراشدين. 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 ودابا انا كنقول لك يعني خاصك تمشي لجوجل، يعني تمشي لجوجل وغدير ابن رشد وغيطلع لك بزاف المعلومات على ابن رشد. ابن رشد لانه مستشفى تقريبا جامعي، ولكن هذا المستشفى جامعي ولا دابا من احسن المستشفيات في العالم، باش من ناحيه العمليات، من ناحيه التطبيب، من ناحيه الاجراءات، من ناحيه كل شيء، حتى من ناحيه النقاء. وزياده على هذا، بالنسبه لان مستشفى ابن رشد دابا حتى المرحله الاولى في افريقيا. شكون هو ابن رشد في نظرك؟ هو كان سميتو ميريزغو، سموه ابن رشد. هو كان سميتو ميريزغو، ولكن ابن رشد شكون هو؟ انا ما عرفتوش. ما عرفتيش ابن رشد؟ لا. خدم دماغك تقدر تعرفه. ما عرفتيش كاع ابن رشد شكون هو؟ هو شخصيه في هاد الموحدين. هادشي ما عنديش عليه علم. بغيتي تعرف انت ابن رشد. وخاص الناس تما المشاهدين يعرفوا ابن رشد شكون. غتمشي تدخل لجوجل وغدير ابن رشد وراه غيعطيك جميع المعلومات على ابن رشد. داكشي اللي كاين. تحياتي. وشكون هو ابن رشد؟ ابن رشد ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. ابن رشد كيعود للتاريخ، شي واحد اللي مسمي عليه ابن رشد. اشنو كان كيدير هذا ابن رشد؟ والله اعلم. ما عارفش. الله اعلم. فكر مزيان، فكر مزيان. الله اعلم. ابن رشد مسميها على شي واحد المهم هو اللي اسس هذا المستشفى هذا، ولكن ما راه مسمين عليه هو المستشفى، ولكن اش كيدير هذا ابن رشد؟ الله اعلم. ما عارفوش؟ لا. خدم دماغك. واخا خدم دماغي، المهم ما عرفتش، ولكن المقصود من السؤال ومن الجواب ما شنو هو مثلا؟ باش نعرفوا على ابن رشد شكون هو، كاينين الناس اللي ما عارفينوش. من طبيعه الحال انا من الناس اللي ما عارفينوش. بغيتي تعرفوا؟ ما كرهناش. هو فيلسوف. فيلسوف مزيان. هو فيلسوف. اي مزيان. فهد الموحدين. ومازال دخلتي لجوجل غدير ابن رشد، التعريف ديال ابن رشد غيعطيك اكثر وغتعرف عليه اكثر. من طبيعه الحال. تحياتي.